مش اوفر يا صاحبي، مش اوفر قاعدة ثلاث دراجة قاعدة. اللي ما راح تمنحها من بين الجن الأرضية. ما تكون لسه عم على المسرح ناطحة. اتفهمها هو. هي أكيد نيتها، ما نيتها هيك. مدام ماري يعني بتعرف شو بتحكي أنت، وبتعرف قديه بتحبنا وقديه بتحبك خصيصا أنت. ما قصدتها هيك. هو مش بدك درجة، ما تخيش بالذات بدك درجة. هي بغاتي يكون مزيان، هي بغاتي يكون بالعكس ضعفان، ضعفان كثير. لا والله وإن كان مالي في حبك حقا كل العمر من غير شيء انا اكيد. شو نسيمه؟ مش يعني مش جمله دي اللي اثرت فيك بالشكل ده. ما انت بتشوف نفسك يا حبيبي. نسيم لا لا ما تطفي، ما تطفي يا عم. انا بستعملها عشان بجنن بعد